مساء الخير زميلي العزيز الاستاذ محمد الجندي، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في مصر والوطن العربي الكبير. مباراه الترجي والتونسي والاهلي في اياب الدور النهائي لرابطه الابطال الافريقيه، حدث مهم جدا، في اخبار كثيره في هذا الملف خلال الساعات الاخيره، ما بين زي ما ذكرت قرار لجنه الانضباط، وخلال الساعات القادمه هناك ايضا اجتماعات هامه جدا للاتحاد الافريقي في تونس لمناقشه ملفات اخرى تتعلق بمباراة الذهاب، وننتظر القرارات المصيرية خلال الفترة القادمة قبل موعد مباراة العودة إن شاء الله يوم الجمعة القادم في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. لكن عقب خطاب النادي الأهلي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف صباح اليوم بخصوص عقوبة وليد أزارو، اتحاد كرة القدم سريعا أعلن برئاسة المهندس هاني أبو ريدة دعمه الكامل لمطالب النادي الأهلي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تجاه العقوبات العاجلة التي وقعتها لجنة الانضباط برئاسة ريموند هاج. هذه يعني القرارات جاءت في خطاب رسمي من خلال النادي الأهلي أرسل للاتحاد الأفريقي عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، وأكد الاتحاد المصري في سياق هذا الخطاب دعمه الكامل لطلبات النادي الأهلي المصري بمراجعة ما تم ضده من عقوبات أصدرتها لجنة الانضباط على وجه عاجل تثبيتا لمبدأ عدم ضياع الحقوق. وخلال الأيام القليلة الماضية شفنا دعم الاتحاد التونسي لكرة القدم ودوره من خلال وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي في سياق حديثه مع الاتحاد الإفريقي في طلبات الاتحاد التونسي أو في طلبات نادي الترجي التونسي والتي ستناقش عبر الكثير من الاجتماعات، لكن لا يتبقى سوى اجتماع يوم الأربعاء القادم. فبالتالي اتحاد كرة القدم بعد خطاب الذي أرسله النادي الأهلي أكد في سياق هذا الخطاب دعمه للنادي الأهلي وثقته التامة في قدرات الاتحاد الافريقي وكامل ادارته ولجانه التي تسعى بشكل دائم لترسيخ مبدا العدل واحكام الروح الرياضيه والالتزام باللوائح. اشار كمان خطاب الاتحاد المصري في سياق هذا الخطاب الذي ارسل من النادي الاهلي ايضا ان النادي الاهلي هو ممثل الكره المصريه في بطوله الابطال الافارقه، وجماهيره العريضه كانت حريصه بشكل كبير على تقديم كل الحب والموده والترحاب بالاشقاء التوانسه في مباراه الذهاب. بالتالي فريق الترجي جاء إلى القاهرة أو إلى برج العرب، وكان هناك ثقة كبيرة جدا بأن النادي الأهلي وجماهيره سيكونون محل ترحاب وتقدير من فريق الترجي أيضا عندما يسافر إلى تونس في مباراة العودة، وده الشيء المعتاد بين الأندية المصرية والأندية التونسية وجماهيرهم بشكل عام، وده بين البلدين والشعبين. وكما كانت هناك بالتأكيد استقبال طيب لفريق الترجي في مباراة الذهاب، أيضا بعد أيام قليلة فريق الترجي بيستقبل الأهلي وعنده مباراة العودة، وبعدها فترة قليلة جدا المنتخب التونسي يكون هنا ضيف في القاهرة لأداء هذه المباراة الهامة. بالتأكيد خطاب مهم جدا من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة. بننتظر خلال الساعات القادمة بحث هذا الخطاب والطلب العاجل من النادي الأهلي بخصوص وليد أزارو. اللي عايز أكد لك زميلي محمد الجندي أن النهاردة كمان بالفعل وليد أزارو تخلف عن السفر مع بعثة فريق النادي الأهلي بعد هذا القرار من الاتحاد الإفريقي، وبالتالي أصبحت بعثة فريق النادي الأهلي وقوام البعثة 21 لاعب تحت طلبات الجهاز الفني والمدير الفني باتريس كارتيرور وكابتن محمد يوسف وباقي اعضاء الجهاز المعاون اللي بيستعدوا بالتاكيد خلال الساعات القادمه من خلال تدريبات رئيسيه للمباراه الهامه ان شاء الله يوم الجمعه القادم. طبعا تفاصيل